كلنا بنروح اماكن عشان نجيب منها حاجات، ممكن نروح مول، ممكن نروح محل متخصص بالحاجة اللي احنا عايزينها، بس مش دايما بنلاقي الحاجة موجودة في المكان ده. لكن المكان اللي انا هقولكوا عليه النهاردة ده فيه كل حاجة انت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش، والمكان ده فيه كل حاجة انت محتاجها، واللي بيسأل ما بيتوهش. المكان ده هو العتبة. صباح الخير، عاملين ايه؟ متلوق النهارده بلوج جديد يا جدعان، وحاجه فعلا الحاجه دي سحر، الحاجه دي اختراع، هي حاجه عاديه جدا بس كلنا هنستفاد منها بجد، وانصحكم فعلا ان انتوا لازم تجيبوها عشان الحاجه دي فعلا 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 بجد حاجه هتفيدكم. انا انبسطت ان انا جبتها جدا وهجربها قدامكم، ويا رب بجد تطلع حاجه، بس هي فعلا سحر، هي حاجه جامده قوي يعني. الحاجه دي وهي دي حاجه صينيه او يابانيه تقريبا، تمام. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن جوه، انا فتحتها كنت انا عندي فضول ان انا اشوفها طبعا قبل ما اصور. هي عباره عن سفنجه، عامله كده بالظبط، سفنجه فيها ماده ولا فيها حاجه؟ ما فيهاش اي حاجه، هي سفنجه بس بيضة. بيقولوا ان دي بتنظف الحاجات، المواعين مثلا، بتنظف الكوتشيهات، وبتنظف مش عارف هدوم تقريبا او اطباق ومعالق والكلام ده. فشدني حوار الكوتشيهات ده قوي، فقلت ان انا هتيجي نجيبها، كانت رخيصه جدا ب 30 جنيه، ما تيجي نجيبها ونجرب. فيلا بينا نجربها ونشوف. طبعا دخلنا الحمام لان لازم نعمل ده في الحوض، تمام. اول ما حطيت الكوتش طبعا الكوتش بهدل الحوض، وادي السفنجه، يلا بينا نجرب. انا مش عارف هو مفيش اضاءه، ثواني كده افتح، اظن كده الاضاءه بقت احسن. ادي السفنجه اهي. بصوا يا جدعان، هي المفروض ان احنا نحط عليها ميه، نشيل الكوتش بس نحط عليها ميه، هنبل لها ميه كده، وبعد كده نقفل الميه، والمفروض ان احنا هنمسك السفنجه اهي يا جدعان، وهنمشيها كده. تصدقوا في نتيجه؟ والله العظيم بجد في نتيجه اهي، من غير صابون ومن غير اي حاجه، يعني والله يا جدعان في نتيجه فعلا، ومن غير صابون ومن غير اي حاجه. السفنجه طبعا بيبدا يطلع فيها تراب كده زي ما انتم شايفين، وبالنوع اللي هي بتفرول او بتبوش كده، بس بتطلع فعلا ايه؟ بس بتطلع فعلا الوساخه. فتعالوا نشوف كده نكمل. زي ما انتم شايفين الكوتشي شبه بيرجع جديد، بس هي مشكلتها ان هي بتفرول وبتبوش، يعني هي تقريبا استعمال مره او اتنين وبس، هي شكلها كده هتعمل فرده واحده بس اصلا، لان هي شبه باشت كلها مش عارف ليه. ف ادينا بنجرب. طبعا انا كنت يا لهوي، انا مبهدل طبعا الكوتش دوت، عشان كده التراب بيطلع منه بصعوبه. بصوا يا جدعان، يعني زي ما انتم شايفين النتيجه مش بطاله، الكوتش رجع ابيض، بس هي المشكله في الرباط عايز يتغسل لسه، بس ككوتش يعني اهو اظن لذيذه وبتاع كويسه يعني. يعني بصوا يا جدعان، زي ما انتم شايفين الفرق، في فرق في ما بين دي ودي، والسبب هو السفنجه اللي انا لسه هوريها لكم اللي هي دي. بس فزي ما انتم شايفين كده دي النتيجة، هبقى اعمل بقى الفردة التانية، وانصحكم يا جدعان تجيبوا السفنجة دي. هي زي ما قلت لكم هي ممكن تبقى استعمال مرة او اتنين بس هي كويسة، ويعني هي كويسة جدا وهتنفعكم بجد قوي. فهكمل بقى انا ايه الفردة التانية دلوقتي يا جدعان. خلاص بعد ما غسلته سايبه بقى ينشف، هتعالوا اقول لكم كده. وبعد ما حطيته بقى
وطبعا الفرق شاسع يعني، انتوا كنتوا شايفين كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. وبس كده يا جدعان، يعني ده كان فلوج صغير كده، كنت حابب اوريكم التجربه دي، ولازم بجد يا جدعان تدوروا على البتاع دي وتجيبوها، اسالوا عند الناس بتوع الام الحاجات التنظيف والكلام دوت، عند الناس بتوع ادوات المطبخ، حاجات المنظفات، بتوع الصابون الكلام ده، اسالوا على البتاع دي، اسمها مش السفنجه اليابانيه او مش عارف اسمها بصراحه، بس يقولوا لهم السفنجه اللي بتنظف بالميه، او السفنجه اللي بتدوب، او السفنجه بتاعت الكوتشيهات، اي المهم انتوا شوفوا شكلها زي ما انا قلت لكم كده. ف بجد بجد ده اختراع سحري جامد قوي بجد وكويس جدا. هو بس انا هديله تقييم 8 من 10 لسبب واحد، لسبب ان هي ما بتقعدش فتره كبيره، هي بتستخدم مرتين او ثلاث مرات بالكثير قوي وبس، فدي مشكلتي معاها. بس هي كاختراع لا، هي اختراع جامد قوي قوي قوي، انصحكم تجربوها. وهروح انا اكل زبادي بقى بس كده. لو انت اول مره تشوفني زبادي واقع يا جدعان، لحقت بصيت لي فيها، انت لحقت بصيت لي فيها لان لسه بوريها لكم. بس كده يا جدعان، لو انت اول مره تشوفني ازاي اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس ودوس لايك واكتب رايك في كومنت، وتابعنا على الانستجرام، ابقى دايما متفاعل على الانستجرام، بنزل صور جامده قوي قوي قوي، واستنوني في فلوجات جايه كتير، والسلام.